اهلا ومرحبا بكم معي من جديد في قناة الطبخ والبيت مع افكار. اليوم غادي نشارك معكم واحد التحلية بالقرعة او طرطة بالقرعة، كتجي لذيذة وصحية. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم ونبقاو مع المقادير وطريقة التحضير ان شاء الله. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 500 غرام ديال القرعة الحمراء مقطعة مربعات صغيرة ونفوروها، محكوك حامضة، جوج ديال البيضات، كاس سكر سنيدة، كاس ديال الحليب، 50 غرام ديال زبدة مذوبة، و 4 ديال المعالق كبار ديال النشا. اول حاجة غادي ناخدو القرعة اللي فورناها، غادي نطحنوها جيدا في الخلاط الكهربائي تتولي على شكل كريمة، عاد نزيدو عليها باقي العناصر. بعد ما طحنت جميع العناصر زينته بالبرقوق اللي عسلته. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، يا اما تزينوه بطريفات ديال الشوكولا او هكا البرقوق. بالنسبه للطياب غادي تدخلوا الفران يكون النار ديالو مهيله مده ديال 15 دقيقه 20 دقيقه. هذا هو الشكل النهائي ديال التورته ديال القرعه. انا دهنتها بشويه ديال الكونفيتور ورشيتها بالكوك، كتجي بصراحه رائعه. غادي نقطع لكم واحد الطريف، كتجي معلكه من الداخل وكتجي لذيذه، والاهم من هذا الشيء كامل انها صحيه. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ترجعوا مشترك القناه وشكرا.